أروح على خبر أنا أراه شديد الأهمية لأنه بيهم قطاع مهم جدا من أهالينا ويهمنا كلنا لأنه متعلق بصحتنا، صحة المصريين. تعرفين مصر حصل فيها العديد العشرات من المبادرات الصحية الكبرى جدا. التدشين الرسمي لمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية أمر شديد الأهمية، ومعالي وزير الصحة افتتح أول معمل متكامل للتحاليل الباثولوجية والجينية في مصر. طيب بما أني راجل مش طبيب أحب أن أنا أفهم أكتر حول هذا المعمل وحجم أو بالأدق حجم الاستفادة منه لينا كمصريين قد إيه. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أهلا بك دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف، تحياتي لك ولي المشاهدين. الله يخليك يا دكتور. كنا بنتكلم على هذه المبادرة والتدشين الرسمي وافتتاح هذا المعمل الذي يبدو كما هو واضح على الشاشة انه صرح طبي شديد الأهمية. الحقيقة انه في الحقيقة صرح طبي شديد الأهمية، لانه ولأول مرة يكون هناك معمل يتبع الدولة، معمل حكومي يستطيع من خلال فحص واحد أن يحلل لمئات من الفحوصات الجينية، والتي تشمل فيما تشمل جلالات الأورام السرطانية من خلال عينة واحدة تؤخذ من المريض. وده الحقيقة لم يكن متاحا قبل ذلك، كنا نحتاج دائما قبل ذلك عندما نحتاج إلى هذا النوع من الفحوصات أن نأخذ العينات هنا في مصر ثم نرسلها إلى الخارج حتى يتم تحليلها. ده طبعا غير أنه بيكلف الكثير من الوقت، فهو يكلف الكثير من التكلفة. صحيح. لكن النهاردة وبعد افتتاح هذا المعمل بشكل رسمي في وجود الإمكانات المادية والقدرات البشرية المؤهلة، نستطيع أن نقول أننا نجري هذه التحاليل على الأراضي المصرية بخبرات مصرية في معمل التحاليل الجيني الذي تم افتتاحه، اللي هو الكومبريهنسيف جينوميك بروفايل في مصر. معلش عشان أنا طبعا مش دكتور وبعيد شويتين عن هذه المصطلحات العلمية، أفهم إنه هذا المعمل يوفر علينا جهد بالتأكيد أو بالأدق يوفر علينا وقت، لكن يوفر علينا فلوس قد إيه يا دكتور؟ بيوفر علينا وقت، لأنه أنا فرق كبير بين أنا أخذ العينة النهاردة في مصر وأبعتها برة واستنى وترجع وتجيلي على مصر تاني، إن أنا أخذ العينة النهاردة وأدخلها في الأجهزة ويشرف على ذلك المتدربين المصريين أو العلماء المصريين ويحللوا النتيجة. فرق كبير ما بين ان انا تكلفة السفر بالعملة الصعبة وتكلفة التحليل بالعملة الصعبة وارساء عودة النتائج مرة اخرى بالتكلفة بالعملة الصعبة، وبين ان انا النهاردة يبقى عندي الكواشف التي يمكنني من اجراء هذا التحليل داخل الاراضي المصرية بالخبرات المصرية المدربة تدريبا عالميا. طيب هنا يمكن هرجع على انه حتى لو انا اغنى بلد في الدنيا واقدر على تكلفه ارسال العينات خارجا، الا انه الوقت اللي مش هيقارن ده بالنسبه لي اظن، وبالنسبه لحضراتكم كاطباء ويعني الكوادر الطبيه ووزاره الصحه ده مهم. احنا النهارده بنتكلم على تشخيص الكثير من الامراض الجينيه، وكمان بنتكلم على الاورام السرطانيه. الأورام السرطانية إحنا بنسميها الكاين سنسر، اللي هي الأمراض الحساسة للفترة الزمنية. إنه التشخيص المبكر يساوي نجاح بنسب عالية جدا في العلاج والشفاء. أيوة. وبالتالي الأمراض دي تحديدا هي أمراض تسمى في مجال الطب بالحساسة للوقت. الوقت عن المؤثر فيها، زي الجلطات، زي النزيف المخي، دي أمراض sensitive to time، يعني حساسة جدا للوقت. الوقت عامل أساسي في عملية العلاج والشفاء.
فاللي كان بياخد أسابيع أصبح ياخد أيام قليلة جدا. أيام بالضبط كده، اللي كان بياخد أسابيع جزء منها مرتبط بالسفر بالسفر والعودة، النهاردة بقى بياخد أيام، لأن أنت مش محتاج غير الوقت المحدد لإجراء التحليل. الكوادر الطبية بتاعتي اللي موجودة في هذا المعمل العظيم والكبير اللي احنا متفقين على أنه بالتأكيد صرح مهم بقدر أن هم مدربين على أرفع مستوى ممكن، أظن ده كمان يسهم في المزيد من التدريب لكوادر جديدة وخريجين جدد من كليات الطب. دي حقيقة، أنت النهاردة مش بتتكلم بس على كفاءة العاملين، لكن على قدرة العاملين على إنتاج. دكتور حسام الخط قطع. أنا أيوة. اللي موجود في إمبابة في محافظة الجيزة، لكن أنه كمان ينتقل إلى الأقاليم السبعة اللي موجودة في مصر، يبقى عندنا في كل إقليم معمل على نفس المستوى بنفس القدرات الفنية والمهارية والإنشائية. صحيح، أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. معمل ده فعلا مهم، فعلا مهم وفعلا مفيد.